بن مسعود المعتمد إدري حمداوي الأصل وإدريس النسب. هو السر كما يعني السر اللي كاين هو الناس اللي هم مساكن مصابين بالجن وبالسحر وبالعنوسة وكما كيقول اسميه هذا حاليا ولا وقف الحال. إنسان ما عندوش عمال، ما عندوش بيع وشراء، ما عندوش مسائل بغي يبيعها ما تباعش، كيقولوا ليهم ناس سيروا لهاد الضريح هذا ديال سيدي عبد الرحمن مول المجمر كما يقال له، كان عرفوا به. هذا كان في القرن اللي كان فيه على ما قريت البارح في الزمان ديال مولاي شعيب، هذا اللي كيقول ليها ابو شعيب، ايوب سارية صنهاجي، ايوب صنهاجي، وفي زمان ديال ابراهيم سمعتي، وديال بن مغار، عبد الله بن مغار اللي كاين في جديده، كان في زمانهم سمعتي. هذا يعني هذا الولي الصالح ان كان، انا ما عرفش، انا التاريخ انا ما قريتش التاريخ اللي هو متق ديال ائمه الحديث ولا هذا، باش تعرفوا بانه راه كلام موثوق قريناه في الجرائد، هادشي اللي قرينا، ماشي جهل طبيعي، حيت الجهل الطبيعي هو الفطره، كيكون الانسان على الفطره. كما سمعت البارح شي شريط، شي واحد تزوج وقبل ما يتزوج مشى قرا كتب على الزواج وكيفاش نتعامل وهذا، وفي ليله العرس هذيك الطباخه كيقول لها امي حاده، قالت ليه اجي نوصيك، قال لها وقال لي قريت تنشفت وهذه غتقريني، قالت له وليدي نوصيك عليه هو الصبر، نوصيك عليه هو الصبر، نوصيك عليه هو الصبر، وسير الله يعاون عنك. وقعت لي ازمه شهر ثاني شهر ثالث هذا وصبر، وكان يعني وصل الاماكن اللي ما كانش غادي يوصل ليها بلا صبر، لا مع الزوجه ديالو لان كانت حامل وتقلقت معاه، كانت يعني كانت في الحمل ديالها وما عرفش هويا. والمساله الثانيه هي باب الفراج اللي مشى بات عند اصدقاء ديالو، تفتحت لي ابواب اخرى اللي ما كانش كيظنها سمعتي، وتنصب في احسن منصب وحج هو وياها ربما الله اعلم. يعني هذا كنقولوه شي حاجه اللي ما كتقراهاش في الكتب. ملي كنقولوا السميه ديال الجن راه هو المؤمن، هذا شيطان الجن. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتخذونه وذريته أولياء من دوني بئس للظالمين بدلا. يعني الجن كان صورة الجن، ما يمكنش تكون صورة ديال شيطان. الجن منهم الفاسق ومنهم غير ذلك، وإن من القاسطون ومن غير ذلك. هاد الجن هذا يعني هو المؤمن، أما هادو شياطين الجن هما اللي كيتصفدوا. ولكن كما قلنا قبيله بان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى جاب الحديث الصحيح اللي هو كيقول فيه ان الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالصوم. ان الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالصوم. لما كيكون الانسان صايم كيكون العروق ديالو مسدودين، والشيطان شيطان الجن ما كيقدرش يدور في جسم الانسان كما يدور وهو صائم وهو فاطر. هادو كيجيو يذبحوا لهذيك اللي كيقول لها عائشه الحمدوشيه او عائشه البحراويه او عائشه قنديشه، كيجيو هما مع عائشه كلهم مجموعين هنا، او عويشه سمعتي، كيجيو يذبحوا لهم هنا. وهذا الله سبحانه وتعالى قال فصلي لربك وانحر، وقل متاع الدنيا قليل. وهذا الانسان واخا ما عرفتش تفتح لي ابواب الجنه، ابواب الجنه ديال الدنيا بهذاك السبب، قل ان متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى.
ما هاد الناس اللي هما كيجيو لهنا باش تحليهم من المسائل ديالهم سواء بذبيحه او بغير ذبيحه ولا بالشماع ولا ولا بغير ذلك ولا يجيو يعوموا هنايا ولا يلوحوا هذاك الدجاج اللي هو الكحال ولا الالوان ربما الاغلبيه كيلوحوا الكحال هنا هاد الناس راه مسكر الله يهديهم يقلبوا على راقي اللي هو يكون من يقدر يستطاع مقدر الله تعالى حيت كاين القدره ديال العلويه وكاين القدره السفليه الله كيقدر الانسان على مسائل سفليه كما قدر الانبياء وكما قدر الصالحين كما قدر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما هز السيف وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعني قال لا اله الا الله قدام يعني الله قدره انسان البارح في سبليون مع ايطاليا نهار 20 في شهر 12 ومع كثره سمو ما مديتهاش فيها والبارح عيطت لي واتساب وهضرت مع الجني فيها تما يعني هضرت مع ماشي هضرت الجن دابا كاينه اختها قلت لها شدي التليفون قلت لاختها شدي التليفون شدي انت التليفون وكانت كتسب مسكينه بسبان ماشي وفي الاخر مسكينه بقات كتسمحني قلت لها لا انسان ما يقدرش يصوم ما يقدرش يصلي كي تخرج من انا ما سمعتش الكلام ولكن اختها قالت لي راه سمعت قالت شي كلام ماشي هو داك ولكن الانسان يعني المجنون حتى يفيق راه ما يكتبش عليه الكتاب حتى يفيق نسال الله لهم الهدايه نسال الله لهم الشفاء نسال الله لهم الشفاء نسال الله لهم الشفاء نسال الله لهم الشفاء العاجل نسال الله العظيم الا كان دعي معاهم من القلب ديالي وما نكرهش انا حتى واحد ما يجي عندي كل شيء تعالج حيت ماشي حيت الرزق ديالي ماشي على هاد العمالات الرزق ديالي وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma